تحياتي. منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة من أقوى المنتخبات في العالم، شفناه بيجيب لقب ال 18 وبيلعب على نهائي مونديال 22، وأيضا بيخسر نهائي يورو 2016 وبيلعب نصف نهائي ال 24. لكن رغم كل هذه الحالة دائما في سؤال مهم، هل ديشام مدرب بيستاهل يكمل مع فرنسا؟ وبعد الخسارة أمام إيطاليا تعالت الأصوات أنه لا خلص هذا المدرب لازم يروح ويجي غيره. في البداية مشان نجاوب هذا السؤال لازم نتذكر حال فرنسا قبل ديشام. قبل ما يجي هذا المدرب على فرنسا كان دائما يكون عندهم لاعبين جيدين، كان عندهم ريبيري ولاعبين مميزين. ب 2010 في المونديال خرجوا من الدور الأول، ودائما خروجهم كان عم بيجي بطريقة مأساوية وبعضه بيكون سيء في بعض البطولات زي ما صار معهم بيورو 2012، يعني كان فريق أقل بكثير من خصومه القويين. مع وصول ديشام صارت فرنسا تفوز وصار الفوز عليها دائما صعب. ولو اجينا فكرنا بعمق خروجهم بالفترة الأخيرة مع ديشام دائما معقد، يعني الأرجنتين غلبتهم بركلات الترجيح، سويسرا بركلات الترجيح، البرتغال بتسديدة من نص الملعب بالوقت الإضافي، يعني إسبانيا ربما كان المنتخب اللي تفوق عليهم في الملعب تماما وهزمهم بالنتيجة 2-1، وأيضا ما كان ذلك الفوز السهل. إذا فرنسا أصبحت رقم صعب مع ديشام بعد ما كانت من يوم اعتزال زيدان ب 2006 لسنوات طويلة منتخب أصبح اللي رايح واللي جاي بيقدر يغلبه. إذا الرجل له إنجاز ويكفي الفوز بكأس العالم. طب ليش الناس بتطالب بتغيير مدرب عمل هذه النقلة؟ ببساطة لأنه أسلوب ديشام ما بيناسب كرة القدم لما تيجي تطلع على النجوم اللي عنده، هذا بكل بساطة. ولأنه ديشام أصبح متعود جدا على اللاعبين اللي عنده وقليل ما بيغير، يعني لاعب زي ويليام سليبا عشان يقنعه أنه يلعب قلب دفاع بمنتخب فرنسا أخذ فترة طويلة من التألق، وإلا هو بفضل الأسماء اللي بيعرفها وبتعود عليها. بمنتخب فرنسا بخط الوسط أيضا لاحظنا كم عانى كامافينجا بعد تألقه مع ريال مدريد وبعد إثباته في فرنسا أنه لما يلعب بيكون أفضل من ثنائية رابيو وغريزمان، ما زال التفكير أنه لا خلي كامافينجا احتياط. يعني في نوع من الثبات المفرط على الأسماء وعدم الرغبة بالتغيير طول ما النتائج بتيجي، إضافة أنه كثير براغماتي كثير عملي بالنتائج، ما بتفرق معها كيف يفوز، المهم يفوز. بتلقاه بيلعب ضد أستراليا بأسوأ حالاتها بغلبها بجول خطف، وبيلعب ضد ألمانيا ولا البرازيل بأقوى حالاتهم وبغلبهم بنفس الفارق، كأنهم واحد. رجل بدور على النتيجة أكثر من الأداء. والناس لما تشوف الأسماء اللي عنده بيكونوا متوقعين يحضروا البرازيل 82 متعة وسرعة وركض، لكن لما نشوف بنشوف لا والله اللعب شوي هادية بطيئة والبحث فيها دائما عن النتيجة. فدائما بيجي التخيل شو لو درب هدول زين الدين زيدان، وهي المشكلة الثالثة اللي بواجهها ديشام. ديشام مدرب يعني ناجح مع فرنسا بشكل عام، لكن مشكلته الحقيقية انه الناس بدها زيدان يدرب فرنسا والناس تتخيل زيدان يدرب فرنسا. الناس عرفت فرنسا بسبب زيدان في العصر الحديث ما بين مونديال 98 ويورو 2000. الناس حابة تشوف هالمدرب اللي جاب ثلاثية أوروبية مع ريال مدريد كيف حيعمل لما يعطوه كتيبة بكل خط فيها منتخبين مش منتخب واحد مع بلاده. عشان هيك بتلقى لما فرنسا تخسر أول مباراة بتلقى كثير ناس ومنهم أنا بسأل هل جاء وقت زين الدين زيدان ومنحط صوره على السوشيال ميديا. فهل انتهى ديشام؟ ما فيش اسمه انتهى بالنسبة لديشام في المنتخبات، ما زال الرجل كان على وشك يلعب نهائي اليورو، ما زالت أموره تمام، لاعب نهائي المونديال، فصعب يجي نحكم عليه الحكم القاسي. لكن لازم يحسن شيء من أسلوبه. فكرة رد الفعل المطلق دائما بيلعب على هدوء واستنى شو بيصير عشان أنا أتحرك شيء مش دائما مضمون. زبط في مونديال 18، فشل ب 22، صحيح رجع بالأخير وراح ما يفوز لولا كولومواني، لكن بالنهاية خسرت. فربما إذا ما بده يتغير ديشام فالكتيبة الموجودة من اللاعبين على الأغلب مش حتقدر تبعد كثير في المونديال تاع 26 إلا إذا دائما خدمتها الظروف. فعشان هيك دائما بقول مش هستغرب لو ديشام كمل ولعب بالمونديال 26 وجاب اللقب، ومش هستغرب لو كمل وطلع من الدور الثاني، مش هستغرب بالحالتين، لأنه اللعب معه هو رقص على الحواف. وأكيد الناس بتفضل تشوف فرنسا بقوة أكبر بأداء أفضل من الأداء اللي بتلعب فيه رغم امتلاكها الجودة، عشان تقدم كرة لا تقل عن اللي قدمتها إسبانيا في اليورو. يعني هو عنده كل المقومات وعنده كل الأسماء اللي بتخليه يسيطر على أي مباراة، لكنه لا يسيطر. وعشان هيك الناس تميل لفكرة أنه حان وقت التغيير
وطبعا بينادوا بزين الدين زيدان. نوصل هون لنهاية هذا الفيديو، كنت معكم أنا محمد عواد، موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك توك وسناب شات، والسلام عليكم ورحمة الله.